انا والده الشهيد الاسد عصام بدار سمير، اقول شكرا للي جايبين معانا وتعبانين معانا، والف شكر وشكرا على حبيبي اللي هو رفع عينه للسماء. شكرا يا رب ان انت سندت ولادنا، شكرا يا رب ان انت سندت ولادنا، وهو ربنا كان معاهم ما سابش ولاده ابدا. انا بؤمنه ان الله كان معاهم، والست العذراء كانت معاهم، ما يهونش عليهم يسيبوا ولادهم ابدا. وقت الضيق ما يتركهمش يا رب، المجد ما يتركهمش ابدا. انا مؤمنه بكده، وبقول له الف الف شكر يا رب اللي انت سندت عصام ووصل للمكانه الحلوه دي. ابتسام نصحي، مرات الشهيد صميل عليها. احساسك ايه النهارده وانت متكرمه مكرمك المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي ام مثاليه؟ احنا احساسنا احساس جميل قوي ان جوزي يتكرم في السماء ومكرمنا احنا برضه على الارض، ونشكر ربنا على كل اللي يدوه لنا. هو راح في مكانه ما حدش يقدر يطولها، وانا فخوره بجوزها قوي، فخوره بيه جدا جدا، يعني كلمه فخوره قليله. واحلى حاجه فيه هو كان جاي في السبع الاولانيين، كان جاي عيد معانا، انما هو عيد في مكانه احلى من الارض بكتير. كل سنه وانتم طيبين، كل لحظه وانتم متباركين بصلوات ولادكم. عايزه اقول لهم ربنا معاكم بجد، تستاهلوا تستاهلوا تستاهلوا، احنا اللي بنستاهلش نبقى في وسطكم النهارده.